يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهارده ان شاء الله رحله جديده من خليج ابو قير او من حوض ابو قير باذن الله. مستهدفين طلعه وعط على ارض حصوه ان شاء الله باذن الله ومشيته. طبعا احنا لسه واصلين قدام الميناء ده، الباب بتاعها هنا اهو. النهارده الطقس كويس خالص باذن الله، يعني تقريبا ما فيش ريح، او يعني مثلا 6 او 7 من 10 كيلومتر في الساعه، يعني 3 ميل. وان شاء الله بحر 30 سنتي او 40 سنتي نص متر، بصحبه طبعا ان شاء الله وباذن الله الباشا الكبير احمد عبد الرحيم. يويلي صباحك زي الورد. الكوماندا بتاعنا ابو السعيد، ان شاء الله يومك جميل يا باشا، صباحك زي الفل ان شاء الله وباذن الله ومشيته. دي طبعا اجواء من قدام المينا. الفيديو ده اهداء استاذ محمد عباره، جروب اصحاب القنوات الهادفه على واتساب. تحياتي للاستاذ عماد زيدان، والنهارده في بحر ان شاء الله. اتمنى من الله ان ربنا يرزقنا ويرزقك. خليكم معانا باذن الله ومشيته، فيديو قوي باذن الله. الساعه شباب كده 8 الى 10، ولسه احنا داخلين من البوابه دلوقتي. دي البوابه اللي دخلنا منها، رايحين على المركب ان شاء الله. لسه طبعا الطعم برضو ما جاش، فهنتاخر كمان شويه. دي ان شاء الله الرحله دي هنحاول نقولها بكل تفاصيلها باذن الله ومشيته. ركبنا المركب كلنا ان شاء الله، مستنيين بقى نتوكل على الله ونطلع. الله كريم. لسه بادئين نتحرك كده ان شاء الله، الساعة 8:30 دلوقتي. حبيب ابو حميد العده المستخدمه النهارده يا جماعه معايا 100 عود زي ما انتم شايفين، سوبر ستار 3 متر. الرصاصه بتاعتي 80 ان شاء الله. السنار بتاعي 6 بكرش النهارده ان شاء الله. ربنا يسهل، احنا رايحين على اول طرحه اهي. مش عارف، اول مره نشوف انا المنظر ده بصراحه. الخضره دي تقريبا ملاحات قريبه من البحر بترمي فيها في المد والجزر. يعني خليكم معانا، نتمنى من الله ان انتم تنبسطوا معانا في الرحله دي ان شاء الله. خليكم معانا. نستقبل دلوقتي، بنرمي الهلم بتاعنا. يا كريم يا رب. يلا بينا. تاني استفتاحه ان شاء الله يا جماعه. اتفضل. تمام. وصلوا اول استفتاح الكنيسه ان شاء الله. استفن تعال غادي دور خلاص. اللهم صل على النبي. تمام نملك. Thank you.
اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما في كده نطلع. ايوه صحيح. ايوه صح. صباح الخير. الساعة بقت 11 دلوقتي. تقريبا نعتبر لسه ما اصطدناش يعني. دي ثالث نقلة في الرحلة. جينا عند الحفارات ديت ان شاء الله. لعله خير يا مسهل. ساعة من ساعات وترضى عبيد. لحد دلوقتي انا حصلتي 2 دنيس و2 بطاطا. الله كريم. صلى على النبي. شرقوشة الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بي بي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه حمو موزة. موزة سردي. موزة ايوه جويلي. ايوه ايوه اهو. اللهم صل على شرغوش. نمشي منك حبيبي. العب يا ابو اسماعيل. صلاة النبي عليه. الله يبارك. شيوخ. لا مش شيخ. مش عارف اسمها ايه. صغيرة بس حلوة يعني. اي حاجة. لا مفيش اي حاجة كده. يلا حلو. اللهم صل على النبي. موزه. موزه ايه. في ضرب موزه يا متاح. صح صح. صح صح. جيبولي بشر اهو بالدنيسه حلوه. حطها على كف ايدك كده. الجمعه ان شاء الله. النهارده الجمعه 4/12. عماد زيدان. عماد يا زيدان نرسل لك هذا الفيديو من بحري 4/12. صلاة النبي حمو. العب يا حمو. ايوه الموزة الجميلة. سردين يا ابني. الموزة سردين. سردين بس نعيش. ان شاء الله جاي. احمد اهوت والله تعبان معاه في التصوير. واول شرغوش ليه ان شاء الله. يا كريم يا رب. ايوه حماه. صل على النبي حماه. صل على النبي. الخيار الجميل. هو في خشب هناك وفي خشب. احمد عبد الرحيم جاب يا محمد. سردين. اتنين موزهيات مع احمد عبد الرحيم ما شاء الله. بطاطا ملطوشة. هي هتبقى عفية. حلاوتك ماشي يا عم. لطش لطش. وعد عاملك ايه؟ انت
ترنت شويه ايش يا عم هم عايزين يسوقوا 75 واحد ماشي معاك يا عم الظروف الحلقه 60 والله يلا بقى خلاص بقى بارك الله في مرازق الثلاثه هيتباعوا ماشي هات طب يلا ايه ماشي صابر ماشي يلا بينا احذف لي واحد انا هنا ولا تعالى شوف انت هتعمل ايه بص يا محمد خاف عليك انت احنا فين يا محمد يعني ايه عليك يلا 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 حاضر لحظه لحظه نطلع بالبوصه بس ماشي انا واحده هي بالبركه ماشي سامح وانا بتاعتي هي بالبركه كده ماشي يلا هات هات الساعه الصبح يلا الصبح تمرين الرجال اخر 80 اخر كلام ايوه تمام ايوه ايوه صح عايز كده ماشي تعال عليا بقى خد يا حبيبي هات كده اه كده صح ولا خلاص تمام تمام تعال ان شاء الله خليه استنى بقى يمكن نرجعه له ثاني طبعا ملك مالها ايه ده ايه ده ما طلعتش دي خالص هو السمك ده اتنكر في الدنيا ما شاء الله لا قوه الا بالله الله يبارك يا رب هو بيدخل دنيس وبيطلع تاني بس الاغلب موزه اللي هي السردين عندنا وصل 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 يا كريم يا رب يا كريم يا رب ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله صلى على النبي صلى على النبي ما شاء الله العب يا حمام شكلها دي اللي كانت معايا يعني. راحت لا والله ان شاء الله اضرب بس اطلع بس طلبت النبي عليك اول دنيسه ليك ايوه اللهم صل على النبي العب العب طب خش بس خش الله ما شاء الله لا قوه الا بالله نور الدنيا يا ابو عبد الرحيم ايوه حمام ها يا ابو سعيد احلى شرغوش ابو حميد شرغوش حلو شرغوش محمل بالصلاه على النبي بص يا جماعه ده كده بيشتغل على الاخطبوط ده اسمه بيدك عليه بيحط له السمك ده فيه صنانير كده مع الشقه وبيدك عليه بيضربه ايوه ابو حميد اول بجروه معانا في الفيديو اهي الله كريم الله يبارك في رزقك يا رب حبيبي ابو حميد صلى عليك يا نبي ما شاء الله ماما شباب دي ان شاء الله نهايه رحلتنا النهارده يعني كنا موفقين الى حد ما يعني مش هنقول 100% بس الحمد لله رب العالمين يعني رضينا وتصدرنا الحمد لله انتظرونا ان شاء الله فيديو جديد باذن الله في التوعات القادمه كان معكم اخوكم سامح الفرقه طبعا مش عايز ننسى الجندي المجهول اللي تعب معايا والله الاخ احمد عبد الرحيم عمنا استاذنا عمي
الناس اللي مشرفونا النهاردة على الرحلة، يعني نعتبر أنا كلك تعرفت عليهم النهاردة، يعني حتى الناس اللي هي جاية معايا من دمنهم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.